Es al final el resultado y la esperanza y la voluntad, al menos con la que yo he abordado esta reunión. ونتوجه اللحظة صوب برشلونة بإسبانيا مع ضيفنا من هناك رشيد فارس الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي الإسباني بجهة كاتالونيا. بحكم احتكاككم سيدي مع النخبة السياسية الإسبانية، ما هي الملفات التي تحظى بالأولوية في إطار هذه الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية الإسبانية؟ شكرا سيدتي الفاضلة. فبعد المكالمة الهاتفية التي دارت بين صاحب الجلالة والسيد بيدرو سانشيز، فكان هناك الحديث عن خريطة طريق جديدة بين البلدين للتطرق للملفات الكبرى كالملف السياسي اللي كان عارف ماله، هو يعني الاعتراف ضمن مغربية الصحراء من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، وكذلك الاحترام المتبادل للوحدة الترابية للبلدين، كذلك الملف الأمني. كنعرفوا يعني هناك اتفاقيات عديدة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية تتطرق إلى الملف الأمني كمحاربة الهجرة الغير النظامية، محاربة كذلك ظاهرة الإرهاب، وكذلك محاربة يعني الجريمة المنظمة. هناك ملف آخر كذلك وهو ملف الثقافي، فيكفي فقط الذكر بأن المغرب هو يعني داخل المغرب هناك أكبر بيئة ثقافية، يعني المراكز الثقافية الإسبانية توجد يعني كثيرة بالمدن الكبرى المغربية، ولكن الشق الكبير للملفات هو الملف التجاري والاقتصادي. إذا بداية عهد جديد بين المملكتين، مملكتين كبيرتين عريقتين، ستعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك ستخلق دينامية جديدة وفرص استثمار لكبريات الشركات الإسبانية للدخول في شراكة مع الشركات المغربية، خاصة وأننا نعلم أن المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة فتحت أوراش كبرى بجميع التراب الوطني، ولها بنية تحتية في المستوى الدول المتقدمة، ويمكن للمقاولات الإسبانية الاستثمار في العديد من المجالات داخل المغرب، كقطاعات مثلا قطاع الطائرات، قطاع السيارات، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقات المتجددة. كذلك هناك فرص كبيرة استثمار في قطاع السياحة والخدمات. إذا المغرب وإسبانيا يعني فتحوا صفحة جديدة، صفحة غتبنى يعني الصراحة فيما بينهم، ويعني غيكون واحد الانطلاقة قوية جدا بين العلاقات المغربية وإسبانيا في جميع المجالات. واضح جدا سيد فارس، ونبقى بإسبانيا وبالضبط بإشبيليا مع ضيفنا من نعود لمواصلة الحوار مع ضيوفنا الكرام. وأتوجه إلى سيد فارس من برشلونة، إلى أي حد يمكن الحديث عن إدراك وفهم عميق لدى الشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم إسبانيا للمكان المميز للمغرب كشريك اقتصادي موثوق وبوابة للقارة الإفريقية سيد فارس؟ بالفعل سيدتي الفاضلة، فبالحكامة الجيدة لصاحب الجلالة، اليوم المغرب أصبح قوة إقليمية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو شريك دوميستيك، شريك يعني له أرضية ملائمة لجلب الاستثمارات الأوروبية، له علاقات جيدة مع العديد من دول العالم، علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات جيدة مع الصين الشعبية، مع دول الخليج، مع دول غرب إفريقيا، كذلك علاقة مع السوق اللاتينية كالبرازيل، الأرجنتين، تشيلي والبيرو. إذا المغرب اليوم هو دولة قوية جدا، دولة يحسب لها ألف حساب. لهذا فالاعتراف الأخير للحكومة الإسبانية بجدية الحكم الذاتي سيعطي دفعة قوية للاتحاد الأوروبي لخلق شراكة أخرى مع المملكة المغربية ولإعادة أوراقه، لأن المغرب الأمس ليس مغرب اليوم. لهذا
فرأينا أن ألمانيا غيرت موقفها مؤخرا، فرنسا كذلك دائما عندها الموقف التقليدي وهي تؤيد مغربية الصحراء، إذن دول أخرى كذلك ستنطلق وستتخذ نفس المسار الدول السابقة، وستكون هناك يعني فرص قوية بين الاتحاد الأوروبي وبين المملكة المغربية. اليوم المغرب ربط علاقات استراتيجية جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات مع دولة إسرائيل، اليوم الشريك الاقتصادي الأول لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي هو المغرب. صورة المغرب اليوم في العالم أصبحت صورة جيدة، صورة واضح جدا سيد فارس، وأتوجه لضيفي في البلاتو.